أهلا بكم إلى حلقة بداية هذا الأسبوع مشاهدينا من مسار السوق. كيف كانت إغلاقات معظم الأسواق الخليجية في هذه الجلسة؟ اللون الأخضر طغى على معظم هذه الأسواق باستثناء المؤشرات الكويتية الثلاث. المزيد من التفاصيل مع الزميلة رولا. أهلا بكم. طبعا الأداء في الأسواق الخليجية كان متأثر بما أغلقت عليه وول ستريت من ارتفاعات خاصة نهاية تداولات الأسبوع الماضي، لكن هنالك من يجد أنه الافتتاحية في هذه الأسواق أي الخليجية منها جاءت في متأثرة أكثر ببيانات خاصة فيما يتعلق بنتائج الربع الثالث. البداية مع سوق دبي المال الذي مال إلى ارتفاع مع بداية انطلاق الجلسة وسجل مكاسب في نهايتها بحدود 116 نقطة. ارتفع المؤشر العام بحدود 0.5 نقطة المئوية. التمركز كان فوق حاجز 4689 نقطة. أي من الأسهم التي سجلت النشاط الأبرز؟ لدينا أرابتك كان قد نشط بقرابة 126 مليون سهم، وما تزال السوق أيضا هذه المرة تتساءل حول حصص الملكية الحالية في أرابتك. السهم نجد على مكاسب ب 5.25 نقطة المئوية، أغلق على 4.41 دراهم. الاتحاد العقاري أيضا سجل نشاط. ديار كذلك، بيت التمويل الخليجي سجل نشاط كما في سوق دبي، كذلك وجدناه في السوق الكويتي. ودريك أنسكال في ذيل القائمة أيضا سجل لدينا نشاط بقرابة 40 مليون سهم. سوق العاصمة الإماراتية أبوظبي ووجدنا أيضا اتجاه نحو مكاسب بقرابة 0.8 نقطة المئوية. التركيز كان بشكل خاص على أسهم قطاع العقارات، تحديدا الدار العقارية إشراق ورأس الخيمة العقاري بعد إعلانها لنتائجها المالية. البورصة في قطر أيضا تفاعلت إيجابا وارتفع فيها المؤشر العام بقرابة 78 نقطة ليغلق على 13,544. وفي قطر كنا قد تابعنا نتائج شركة ناقلات والارتفاع في الأرباح. ناهيكم عن تراجع أرباح شركة ودام أو مواشي السابقة. الأكثر في النشاط في سوق قطر كان المتحدة للتنمية وأغلق على نشاط بحدود 3,300,000 سهم. إزدان القابض الثالث في وزنه على المؤشر القطري أيضا كان على نشاط. السلام مازال التطوير العقاري وناقلات كما ذكرنا بعد الإعلان عن النتائج كان قد أغلق على ارتفاع مصحوب بنشاط. السوق الكويتي بمؤشراته الثلاث كان قد أضاء باللون الأحمر، ولدينا مجموعة من الأخبار ربما أبرز يتعلق بتخارج الهيئة العامة للاستثمار من مجموعة من الشركات الهامة. ال 15 قيادة تراجعت بفارق 1%. فيما يتعلق طبعا أذكر سوق مسقط مغلقة جلسة الأحد، وذلك طبعا احتفالا برأس السنة الهجرية. ماذا عن أحجام وقيم التداولات في هذه الأسواق الخليجية؟ نمر عليها تباعا. البداية مع القيم بالمليون دولار، ونتابع الأعلى في القيم كان لدينا الحقيقة قطر 126 مليون دولار من التداولات. دبي ربما حتى حصته جاءت بعد أبوظبي، أستغرب يعني أبوظبي 64 مليون دولار لدينا. يبدو أن البيانات نعم، هذا فيما يتعلق طبعا بالقيم. ماذا عن أحجام التداول؟ دعونا نلقي نظرة. أحجام التداول أيضا نجد دبي كان بحدود 480 مليون سهم من التداولات، تلاها الكويت ب 119 مليون، ثم لدينا أبوظبي قرابة 64 مليون، وقطر 11 مليون سهم من التداول. نمت أرباح شركة قطر لنقل الغاز ناقلات بنحو 25% حتى نهاية الأشهر التسعة من العام الحالي، وصولا إلى 693 مليون ريال قطري، بينما بلغ العائد على السهم ريال و25 درهما فقط. قطر لنقل الغاز ناقلات، الشركة القطرية الوحيدة المخولة بنقل الغاز الطبيعي المسال والمنتج من حقل الشمال القطري إلى الأسواق العالمية. أحدثت الشركة في العام 2004 كشركة مساهمة عامة مملوكة بنسبة 50% للمؤسسين، وهم شركة الملاحة وقطر للبترول ومؤسسة قطر وقطر للوقود، بينما حصل القطاع الخاص على 50% المتبقية بموجب اكتتاب عام جرى في العام 2005. يزيد رأس مال الشركة عن 5,500,000,000 ريال قطري، بينما تقترب مديونيتها بنهاية سبتمبر 2014 من 24 مليار ريال، بينما تزيد موجوداتها عن 31 مليار ريال قطري، فيما نمت أرباحها بنسبة 25% وصولا إلى 693 مليون ريال بنهاية الفترة ذاتها. تمتلك ناقلات أسطولا ضخما مكونا من 57 ناقلة باستثمارات تزيد عن 11 مليار دولار أمريكي،
تعبر عبابة المحيطات لنقل الغاز الطبيعي المسال المنتج إلى قارات العالم عبر عقود طويلة الأجل تمتد ل25 عاما، مع كل من شركتي رأس غاز وقطر غاز اللتان تنتجان نحو 77 مليون طن سنويا من الغاز المسال. وتمتلك شركة قطر لنقل الغاز ناقلات سلسلة من الشركات التابعة تزيد عن 28 شركة تنشط جميعها في مجال النقل البحري، وعملت مع نهاية العام 2010 على تنويع محفظة أعمالها التشغيلية من خلال البدء بأعمال التشغيل في القسم الرئيسي لحوض رحمة بن جابر الجلاهمة لبناء وإصلاح السفن في ميناء رأس لفان، والذي يوضع في الخدمة بنهاية العام 2015. إذن مشاهدينا هذا فيما يتعلق بناقلات، لكن ماذا عن مواشي؟ طبعا نتوقع أن موسم عيد الأضحى أكيد نسبة المبيعات بالنسبة للمواشي ترتفع طبعا. فلا ندري ودام كيف كانت نتائجها. على العكس، بالرغم من ارتفاع هذه النسبة في عيد الأضحى، لكن رأينا ودام قد تراجعت أرباحها للربع الثالث من هذا العام مشاهدينا بنسبة 18% لتصل إلى 12 مليون و100 ألف ريال قطري فقط مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي. كذلك تراجعت أرباح أيضا الصافي للتسعة أشهر الماضية من هذا العام بنسبة 3% لتصل إلى 46 مليون ريال قطري، طبعا نسبة انخفاض 3%، وربحية السهم فقط ريالين و60 درهم. وودام أغلقت على تراجعات طفيفة في هذه الجلسة بعشري النقطة المئوية. اليوم في مسار السوق نتناول أكثر وبمزيد من التفاصيل الأداء في الأسواق الإماراتية تحديدا مع وجود مجموعة من الأخبار، ونرغب في الاستضاحة هذه المرة من ضيفنا في استوديو البرنامج السيد وضاح الطه عضو المجلس الاستشاري الوطني لمعهد CISI بدولة الإمارات. أهلا ومرحبا بك. في تساؤلات كثير وأنقلها لك. البداية، نحن لاحظنا اليوم نشاط واضح على سهم أرابتك، وسهم أغلق على 4.41 دراهم بنشاط الأعلى. يا ترى هل ممكن يكون في أخبار أو تسربت أخبار عن نقل ملكيات وما بنعرف فيها حتى الآن؟ يعني هذا ما يتداول، يعني هذا ما نسمعه، يعني لا يوجد تأكيد من أي طرف مباشر ذي علاقة سواء الهيئة أو السوق أو آبار أو الرئيس التنفيذي السابق، ولكن كل ما هنالك أحاديث عن النقل الملكية. على أي سعر تقريبا ممكن هذا حسب ما يتناقلوا؟ نعم، مجرد نقل، كلام غير مؤكد بحدود 4.5. لكن النقطة الأساسية هي أنه جزء من الارتفاعات هي انعكاس لانخفاضات سابقة، تعويض لخسائر سابقة. ولكن سمعت عن 5.25% تقريبا من الأسعار. يعني أنا هاني الموضوع أسباب، الموضوع ما في أسباب موضوعية تبرر بها، يعني صلبة تستطيع أن تستند عليها وتقول لا هذه الارتفاعات قوية ومستحقة. حتى النتائج، يعني حتى النتائج، أنا فقط أستذكر النصف الأول ربحية السهم 6 فلس. نعم. 6 فلس. فبالتالي يعني حتى إذا رأس المال 4.395 مليار بسبب الزيادة المفرطة غير مستحقة من توصية مجلس الإدارة السنة الماضية، أدت إلى خلق عبء الآن على الإدارة على أن تكون الأرباح أعلى حتى يكون حصة معناتها متوقع رابتك، يعني في ضوء هذا الخلل اللي حدث، إنها ما توزع السنة مثلا أو ما يكون عندها توزيعات؟ يعني ما أنا ما إذا كان عندهم نظر استراتيجية، يعني إذا, إذا, إذا هو الآن نعتبر اللايف سايكل، دورة حياة الشركة الآن في مرحلة النمو، في مرحلة النمو أنا ما أعتقد يكون توزيع مقبل على مشاريع يحتاج إلى سيولة، مشاريع ضخمة يقلل من نسبة الاقتراض، يعني هذا هو القاعدة العامة. إلا إذا شفنا في الربع الرابع ممكن أن تكون هناك قفزة في الأرباح، بعض المشاريع تكون تستكمل، فهذا شيء ثاني، خصوصا أنه هو يعتبر أرابتك مقاول، فالمحاسبة على المشاريع يكون بنسبة الإنجاز وليس كالمطور تكون المحاسبة على المشاريع بتسليم المفتاح. فعلا. فهذا الفرق. طب نرجع اليوم بشكل عام للجلسة، شفنا ارتفاعات ب 2.5%، فينا نرجع نحكي أنه موجة التصحيح انتهت أم ماذا؟ أنا شخصيا يعني قناعتي الشخصية لا أعتقد انتهت، لسبب الأسباب التالية. أولا الفترة من بداية الشهر إلى الآن
تركنا فجوات هبوط وصعود. هذه الفجوات عادة ما تسكر، يجب أنه تغلق عادة، خصوصا إذا كانت ضخمة. هاي واحد. اثنين، السيولة متركزة على سهم أو سهمين. ثالثا، السيولة بالمجمل محدودة. النقطة الأخرى تباطؤ السيولة، الافتتاح قوي، الإنهاء يعني ما في، ما تحس أنه في تصاعد أو في نوع من الاتساق في التداول وغير موزعة. هذا التركز أيضا يعطيك فكرة، خصوصا أنه نتائج مثلا الإمارات دبي الوطني، دبي الإسلامي، نتائج قوية، قوية. وكأنما استنفذت الخبر بسرعة وتوجهت إلى اليوم إلى أرابتك. لهذا السبب أنا أعتقد طبعا لا نزال مرتبطين بالأسواق الأمريكية، ولكن النتائج ربما خففت من هذا الارتباط. لهذا السبب أنا أعتقد إذا استمر الوضع غدا نكون إيجابي، ربما النصف الثاني من الأسبوع قد نشهد عملية انخفاض. طب أنت ذكرت أيضا من النتائج الإيجابية كان دبي الإسلامي، أيضا لن أقول أشياء في السوق بقدر ما أنه كان في بعض من الأخبار تقول بأنه دبي الإسلامي سيلجأ إلى زيادة رأس المال. ما مدى صحة هذه الأخبار؟ لماذا سيضطر البنك إلى زيادة رأس المال؟ هل يجب الإعلان كان مسبقا؟ هل انتهى من إعلانه للنتائج وربما لاحقا سنسمع هذا؟ تلميح كان من أعتقد رئيس مجلس الإدارة، ذكر تلميح فقط، تلميح إلى أنه من الممكن أن يرفع رأس المال، وإذا رفع رأس المال مع مقتربين من نهاية العام فأعتقد أنه رأس المال سيكون يرفع عن طريق المنحة. نعم توزيعاته عادة دبي الإسلام كيف بيوزع؟ توزيعات منحة، يعني السنة الماضية كان هناك كاش بنسبة 25%. الأرباح الحالية عدت المليارين الربع التسعة أشهر. أتوقع أن تصل الأرباح إلى نهاية العام إلى 2.4 مليار. التوزيعات بسهولة يستطيع دبي الإسلامي أن يوزع 30% إلى 35%، وربما يكون معها توزيعات بين 20% إلى 25% منها. طيب شفنا مثل ما ذكرت نتائج إيجابية لعدد من الشركات القيادية سواء دبي الإسلامي أو الإمارات دبي الوطني، لكن هذه النتائج الإيجابية جاءت في ظل عملية تصحيح يعيشها السوق. برأيك هل ظلمت هذه تفاعل هذه الشركات مع نتائجها؟ يعني هذا السؤال حقيقة مستحق عندما تكون النفسية في التداول إلى حد ما تميل إلى التردد، إلى عدم التأكد، حالة من القلق. عادة لا تأخذ الأسهم حقها، خصوصا القيادية ذات الأساسيات القوية لا تأخذ حقها. هناك رغبة جامحة للمقامرة، هدف المقامرة بسبب الرغبة في التعويض، فبالتالي تحصل هذه محاولة التعويض عن طريق رفع أسعار بعض الأسهم ومحاولة التعويض. دائما بيسألونا أنه أبوظبي ماذا يحدث فيها؟ الحقيقة إذا لاحظنا من بداية الأسبوع كنا نلحظ أن سهم إشراق العقارية أو يعني من بداية الأسبوع الماضي عليه النشاط الأبرز، لكن الأخبار اللي كانت أخيرة أنه ستدرج الشركة في السوق السعودي كإدراج ثاني أو ربما حتى اللجوء إلى زيادة رأس المال. الأهم أنه أنا أراقب الحقيقة نسبة الملكية بين الشامسي الحوسني كذلك الصغير، يعني هذه الفئة. ليش ما بيعنا حامل السهم في شوف ترقل الملكية؟ مهم جدا، مهم جدا. أنا أعتبر هذا مؤشر مهم جدا. يعني الحوسني أعتقد رفع خلال الأسبوعين الماضيين، استمر في رفع الحصة، وحصة استراتيجية. لا يمكن لمستثمر استراتيجي اليوم أن يدخل في سهم ويشعر أنه هذا السهم في ضعف، ولكن النظرة نظرة استثمارية. النقطة الثانية الإيجابية الحقيقة في سهم إشراق، إذا منح حق تداول الأسهم، الحق التداول، حق الملكية، حق الاكتتاب، حق الاكتتاب الإضافي، يفرد له فقرة مستقلة. يعني إشراق يكون إلى سعر، وحقوق اكتتاب إشراق في سوق أبوظبي سيكون لها سعر، بحيث المستثمر من لا يرغب بالاكتتاب أو ليس لديه سيولة كافية يستطيع أن يبيع حقه، وليس كما هو سابق. هذه الحقيقة إضافة، ويعني مبادرة ممتازة في تطبيق من إدارة سوق أبوظبي، الحقيقة يجب الإشادة بها في تطبيق هذا النظام، أنه الحق يتداول لاستفادة المستثمرين منها. على كل حال أستاذ وضاح، سوف نعود للحديث أكثر أيضا عن سوق دبي وأبوظبي بعد هذا الفاصل القصير. مشاهدينا تفضلوا بالبقاء معنا.